ثمان فرق اللي تأهلوا عن الأربع مجموعات في بطولة دوري الأبطال عن المجموعة الأولى. طبعا كان بيتنافس مع وليدي سان داونز، تيفي مازامبي، نواذيبو الموريتاني، بيراميدز المصري. ماليدي سان داونز مركز اول، مازيمبي مركز ثاني، نواذيبو مركز ثالث، بيراميدز مركز رابع. هل كان في مفاجآت بالنسبه لك اكيد في طبعا. المجموعه دي؟ بيراميدز في البطوله دي انا نتائجه غريبه جدا، انا مستغربها، بس ممكن يكون عدم خبرات اللعيبه في بطوله افريقيا، او كانوا بيلعبوا في الكونفدراليه اول مره يلعبوا في بطوله الكونفدراليه افريقيا. تفرق كتير عن بطوله اكيد ممكن، دوري اكيد الابطال. بصراحه يعني انا شايف مستوى الفرق ممكن يكون اقوى شويه. اكيد طبعا ممكن في دوري مستوى الابطال. في دوري الابطال طبعا اقوى، لان بيبقى تصنيف او فرقه واخده هناك الدوري غير بس فرقه مش مثلا القصه الابطال. مش كده يا كابتن احمد، ما انا بقولك مش كده بس. يعني انت كنت في دوري في الكونفدراليه، بيراميدز كان قريب في اعتقد مرتين من يوصل النهائي يحقق اللقب، بالظبط. صح ولا غلط؟ لا لا انا بقولك مش فانه هو ده السبب، لكن لا انه ما يعملش ما غير من يعملش 6 ماتشات فوز صعب. صعب وحيد جدا. وتعادلين. انا مستغرب جدا من ده. ده برضو من تغيير كل شويه، تغيير الاجهزه الفنيه انه اجمالي النتائج ذهابا وحشه وايابا جدا. امام فريق زي نوازيبو الموريتاني. ما نادي موريتانيا برضو صح نتائجها في بطوله افريقيا بعيده جدا، لكن انا احساسي لا، اللعيبه مش مركزه، اللعيبه مش ممكن يكون في رغي كتير في النادي، لان كل سنه نسمع كتير عن بيراميدز لا ده خلاص اخر السنه رجال الاعمال بتوع النادي هيصفوا النادي. ممكن وارد جدا في كلام واصل للعيبه، فاللعيبه فكين شويه، في ممكن بعض المشاكل الاداريه. هي مشكله بيراميدز في المشاكل الاداريه، لكن هو عندهم مجموعه من اللعيبه لو قيمناهم كده كفرقه لا، لازم يكونوا مع النادي الاهلي ومع سان داونز من الناس اللي بيبقوا على الاقل في المربع الذهبي بقيمه لعيبه بيراميدز باساميهم ولاعيبتهم. لا المفروض الكلام على المفروض، الأسماء لا تصنع الفرق. لكن زي ما قلنا قبل كده الأسماء لا تصنع الفرق. اي فرقه معهاش جمهور انا شايف انها صعبه الأسماء لا جدا. تصنع الفرق. طيب نروح للمجموعة الثانية. كان عندنا طبعا من ضمن تأهل وكان يغرد منفردا في المجموعة كان أسك ميموزا. كانت المنافسة في البطاقة على البطاقة الثانية لغاية آخر جولة، الجولة السادسة، بين سيمبا سيمبا وبين الوداد. طبعا زي ما حضراتكم شايفين فتأهل. خلينا ناخد المتأهلين مباشرة احنا بقى. عايزين نشوف رئيس نادي سيمبا بيديهم الفلوس في عندهم ده في صورة من دولة بيديهم الفلوس في الملعب. صحيح صحيح. انت بتتكلم على انجاز تنزانيا، انت بتتكلم تنزانيا هي الفريق الدوله سيمبا الوحيده اللي عندها فرقتين في دور الثمانيه السنه بالظبط دي في دوري بالظبط. ابطال، بالظبط عندها يانج افريكانز وعندها سيمبا سيمبا التنزاني. فالمجموعه الثانيه تاهل منها اسك ميموزا سيمبا التنزاني، المجموعه الثالثه بيترو اتلتيكو والترجي التونسي اللي حسم طبعا بطاقه تاهله على حساب الهلال السوداني، والمجموعه الرابعه بتاعتنا الاهلي ويانج افريكانز. كده الاهلي في مواجهه ثلاث فرق. اسك و لا لا اسك لا اسك اول مجموعه، مازيمبي سيمبا والترجي ومازيمبي. ومازيمبي. صحيح. انت بتترجى تتمنى مين؟ تترجى خلاص بقى. تترجى الترجي. لا والله انا كنت بقول ان الثمانيه اللي موجودين السنه دي نمره واحد، اما هتلاقيهم من مدرسه الابطال، يعني الشخصيه موجوده، الروح والمنافسه على اللقب حافز ودافع طبيعي جدا. كنت في حالتك او كنت بعيد عن حالتك اكيد. ما تقدرش تطلع مازيمبي او اسك ميموزا او الترجي او سان خدت داونز بالك ان مفيش او ولا فرقه من الاهلي المغرب ولا طبعا الترجي الوداد والوداد خرج، ودع بدري بدري. ولا فرقه من الجزائر، ولا فرقه من الجزائر. هي تونس الترجي لحق، الترجي نفس لحق نفسه هو بقى الحقيقه. انت بتتكلم على فريقين عربيين بس فقط، ترجي بالظبط، واهلي من هم اللي دخلوا شمال المغرب. افريقيا، على الرغم من انه اللي كان بيتقال او اللي كان متعارف عليه انه شمال افريقيا في السنوات الاخيره هي اللي اكيد مسيطره اكيد على وصل اكيد الاهلي والوداد مسيطره كمان على البطوله. وصل كذا نهائي بطوله، لكن انا شايف النهائي فعلا زي ما بقول لك كنا بنتكلم من شويه على المنتخبات، قلت لك لا السنه دي برضو الانديه، موضوع الانديه برضو بتختلف، الخريطه ايوه. بتختلف. وما تقدرش تقول ان تاهل اي حد من الثمان فرق لا دول مفاجاه. عادي جدا. هم 8 وممكن كمان اول، يعني حتى كمان اول مجموعه قريب جدا من ثاني المجموعه، يعني ممكن وارد جدا ان اول مجموعه يلعب تاني مجموعه في دور الثمانيه واول مجموعه يخسر. مظبوط. عادي جدا، مستويات متقاربه جدا. صحيح. لكن طبعا النادي الاهلي معودنا الحمد لله ان بقى شاء لنا الله. فترات طويله جدا، اولا بنبارك وصول دور الثمانيه ده، كنا طبعا يعني احنا عارفين لعبه النادي الاهلي مش يعني بالنسبه لنا بقت سهله الحاجات دي. ايوه. نبدا بقى احنا بنحسب لعبه النادي الاهلي من اول دور دور الثمانيه. الثمانية. خلاص بقى احنا ايه دخلنا في الجد بس بقى السنة شويه، دي إلى حد كبير يعني المجموعات ما المجموعات كانش سهله فيها بقى لنا سنتين ثلاثه، فده ده معاناة. فال مش حلو. ده فعل مش حلو. ماما لما بنعاني وكده بتلاقي الموضوع وصل للنهايه على طول. أي. بس ان شاء الله نقدر لا بس لعبتنا خد بالك ده بيعكس برضو حاجة تانية جديدة شوية. الأهلي تركيز من اول اليوم. يمكن امبارح كنا بنستعرض رقم قياسي للأهلي
او رقم قياسي لمارسيل كولر انه لغايه دلوقتي 16 مباراه 16 مباراه. هو الرقم من البطوله اللي 19 ولا 13؟ لا 16 الرقم الصح، 16 مباراه في دوري ابطال افريقيا بدون هزيمه. بدون هزيمه الرقم المتحقق بقى الاول 19 مباراه ولا كام باسم الرقم جوزيه؟ اعتقد كان 19 مباراه. 19 انا عارف ان ناقص 3 مباريات. 19 انا عارف ناقص 3 ماتشات يعني. لو وصلت النهائي ان شاء الله بدون خساره يبقى حقق رقم قياسي، وده شيء يحسب للكره الحقيقه. أكيد. لانه منهم اكيد 8 ماتشات لعبهم خارج الارض حقق فيهم الفوز 4 وتعادل فيهم 4 مرات. الرقم القياسي مع الترجي 20 مباراه. الرقم القياسي على مستوى افريقيا يعني 20 مباراه بلا خساره، فاحنا واصلين لل 16 دلوقتي. طب نرجع للتواني، بتسالني تتمنى مين؟ انا اقول لك الثلاثه بالنسبه لي مباراه مواجهه صعبه. يعني سواء ترجي سواء سيمبا او مازيمبي. لكن لا، انا قلقان من مازيمبي. انا ما احبش اقابل مازيمبي. مازيمبي عشان الماتش اللي على ارضه دايما بتخش فيه حسابات كتير. عشان كده يعني لو ترجي او سيمبا، احنا برضو سيمبا انت عارف مشكله درجه الحراره وبنلعب في وقت صعب جدا، هي دي اللي بتخلينا عايزين نبعد عن في سيمبا ومازيمبي. يعني بنفكر في الترجي عشان الصيام وهنلعبهم في رمضان، واكيد هم كمان صايمين فهنلعب المباراه بعد الفطار، فكل الناس بتتمنى الترجي، زائد كمان نسبه التوفيق اللي احنا الحمد لله على الترجي. يعني لكن انا ما بامنش دي قوي يعني، مع انه ديربي شمال افريقيا بقى. اهلي وترجي احنا بس لعبناهم كتير، بس احنا يعني ليدنج عليهم او رجلنا يعني علي عليهم شويه. فلكن برضو انا ما بؤمنش دي قوي، لان كل مباراه لها ظروفها، لكن برضو بتمنى الترجي لان ظروف المباراه اللي تعرف لعيبه مصر برضو في رمضان، وممكن المباراه يبقى قبل الفطار واللعيبه بتصمم ان هي تبقى صايمه، فالظروف تبقى صعبه.